عاد بحفظ الله ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم إلى أرض الوطن يوم أمس قادما من دولة الكويت الشقيقة بعد أن قدم التعازي لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.